كلياس بخير يمشي المقر ودابا حتى المقر ممنوع علينا راه هذه سابقه
وهذا الشيء اللي شفنا بانه بحال غيمنعوا علينا المقرات. حنايا مع الشروط الاحترازيه، حنايا مع احترام القوانين ديال البلاد، ولكن مع تكذيب الافواه لا. من حقنا راه الانسان متضرر، من حقه يعبر على الالم. واش حتى الالم ما نقدرش نعبر عليه؟ عباد الله ارجوكم ارجوكم، حان الوقت للانصات لهاد الناس، لهاد الارامل. الله يهديكم. لذا حنايا كنعتبروا هاد المحطة محطة في أفق، هادشي محطة محطة أخرى، ونحن على يقين غنرسلهم طرق مسؤولة باش يفتحوا معنا حوار، ولكل حديث حديث. الصحافة المستقلة
غير الماجوره اللي دائما كتحاول تشوه النضالات ديال الجماهير الشعبيه ومعروفين حنا كنعرفو، ولكن حنا ما كنبغيو نجبو حتى شي واحد. حنا بعض المرات كنقوموا بعمل يعني حنا كمنظمه لنا الحق ان ننتقد السلطات الاقليميه، لنا الحق ننتقد السلطات الاقليميه، والحمد لله في الدستور ما فيهش شي بند كيقول بان العمل شخصيه مقدسه، ما كايناش هذا السيد العمل. وانا كامين جهه اخرى شد الباب ما بغاش الحوار، كتبنا له واحد العدد الرسائل كاينين هنا، عنده شي مشكل مع الاتحاد المغربي للشغل، ربما كان في جهه ولا شي واحد من عائلته عنده مشكل مع الاتحاد المغربي للشغل. حنا عندنا ملفات الفساد، لنا ملفات ديال الفساد فهمتيني، وما باغيين نشدوهم. حنا ما فهمتيني ما باغيين صراع مع احد، حنا باغيين نحلوا مشاكل ديال العمال المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. حنا ما كنقولوش بحال اللي كيزوروا وكنسجلوا دابا، ما كنقولوا لهمش حلوا الحدود المليليه، الا هذا قرار سيادي كنقولوا لهم. دابا حنا ما كنهضروش هنا غير على المليليه، ما كنهضروش غير على المليليه، كنهضروا على الاسواق، كنهضروا على الناس ديال جمع النفايات اس او اس كازا تكنيك تاكسيات الصغار. دابا رجعوا لنا كاع على المليليه. المليليه كنقول لهم هاد الناس كانوا خدامين عند السبنيول ودابا تشدت الاخر، جبروا لهم حل، عطاوهم حل، دعم، عطيوهم دعم. بحال كاين الصندوق اللي دار صاحب الجلاله، داروا جميع المغاربه، ما قالش هذا راه من ناظور ولا هذا من كذا ولا هذا كذا، هاد الناس عطوهم دعم حتى يدير الله التيسير، حتى يحل المشكل هذا. ولكن هاد السيد هذا ما بغاش يفتح الحوار. ايها الناس، دابا شنو خصنا نديروا حنا؟ نديروا وقفه في الدول، عند الدول اللي يكون يعني واحد الشريحه متضرره كدير وقفه او كدير مسيره باش تبين بان راها متضرره، باش المسؤولين اللي كيسيروا البلاد او الاقليم يحلوا لها المشاكل. حنا دابا فهمتيني ما كاينش عندنا الرسائل موجوده اللي بغا. وهذا الملف ديال الاخوان ديال بليليا راه 72 2012 كانوا كيقولوا لي انا تجلس مع بوليطه، بوليطه كانت كاتيكلاب، كنت نقول لك انا تجلس مع بوليطه، كانت تجلس مع الوزير، وفعلا جلست مع الوزير كذا الى اخره. قالوا كنقولوا لهم دابا كان عندهم مشكل داخل، هؤلاء الفاشلين، كانوا كيخدموا في بلية ما عندهمش حقوق بحالنا في السنين، ما عندهمش حقوق. كنقولوا لهم دابا داخلين هذاك الحكومه الاسبانيه باش المهم ها هو في الكتاب صنع لي واحد الفلوس إذن كتشوفوا لي شنو واقع، هذا الشيء ما وقعش، أنا ما وقعش في الكفر، مفكر، Thank you.
بارتاجا مع الاخوان الله يجزيكم بخير، بارتاجا باش يوضع اكبر عدد ممكن من ذن. ذي توقف احتجاجية الاغلبية ذني توحضان هو العمال يتي يخدم دي مريتش يتجام تضررين لإغلاق الحدود. اغلبية ذني تيو ذني غاد جبر ميسو دي ترباخو ني غاد جار رخص العمل دي مريتش. الاغلبية ذي سنفقد المصدر العيش نسن. اغلبية تبناثن النقابة الاتحاد المغربي للشغل تغاص نهار تقولوا في احتجاجية غا العمالة الإطار ونيتا فالسلطات قرر أنه ديك المنع واحد الجيشة ديك الوقفة فمون دانيتا وسين دانيتا غا المقر النقابة مونن قاكين دان دوا صحفية ذي الإطار ونيتا جميع أنواع التلاوين أمنية حضان دانيتا ودانيتا غباري وذن الطس اضطر أنه في الفاق السنيتا ودفن غاد آخر إلى المقر. وهذيك المره يتحمل المسؤول في الاقليم مسؤوليته الا ما فتحش الحوار مع هاد الناس. واش عيب الله انت السوق بلعتيه في الحي؟ ايوا ماشي ديالك. علاش ما تخليش الناس يمشيو دابا يسترزقوا الله يبيعوا في الحي يبيعوا الخضره؟ فهمتيني؟ مالي الطاكسيات عندهم مشاكل، مالي جمع النفايات عندهم مشاكل. الا اخي كيقول لنا المالي كيقول لنا غادي نحل لكم المشاكل. دابا ملي بدات كازا تكنيك هنا واس او اس هاد المشاكل تحل فين؟ هذا هو غادي نجتمعوا مع الأمانة ومع القواعد وغادي نقرروا طريقة النظام. ماشي أنا اللي كنقرر، الإخوان ديالنا كلهم والمناضلات ديالنا. شي سؤال؟ سي محمد بالنسبة للشرطة دابا من خلال الكلمة ديالكم إلى وجود ملفات فساد كاينة عند النقابة، واش هاد النقابة ما كنشوفش بأن من الأولويات هو الكشف عن الفساد والمفسدين سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني؟ وإلا كان شي إمكانية فوقاش هذا الأجل باش من خلال اللواء الصحفية أو سيارة. شكرا الأخ رشيد. أولا نحن ملي كنهضرو ما كنهضروش على فهمتيني في الخوا، وكنعرفوا عندنا مسؤوليتنا فهمتيني. وكانوا بعض المواقع كتبوا على شي مسائل تهم العمالة. حنا ملي كنشوفوا إلا كان شي منتخب بسيط كتبوا عليه خص الاستفسار خص كذا ولا صبوا للحق. انا نقول انا مسؤول على ما نقول ماشي حتى واحد اخر فهمتيني. حنا انا دائما كنقولها في الرباط كنقول علاش العمال من الاستقلال حتى واحد ما مشى للحبس؟ واش هادو ملائكه؟ قول لي علاش؟ مشى حوليش الا دار شي حاجه تحاسب. ولكن فين المسؤولين؟ فين القائد ديال البيستاش؟ مشى للحبس؟ فين راه خدام؟ دونك فهمتيني كتقول لي حنا عطينا الاخر فهمتيني. حنا ما كنبغوش حنا ماشي صحاب فضائح كنقولوهم خليهم هنا ملفات هنا عند المنطقه عندنا. وراه كاين مواقع كتبوا فيهم، كاين مواقع اللي فهمتيني عندهم الجرأة كتبوا. هذا استراتيجية ديالنا، استراتيجية ديالنا. وحنا الملفات غادي نصدموها للقيادة ديالنا هما اللي غادي على الصعيد الوطني في البرلمان مع وزير الداخلية مع كذا فهمتيني. ودابا حنا كنتريثوا واش بغيتو نتوما كلشي نديرو حنا واجيو حميونا شتو شنو كاين راه باقي غير يدخلوا علينا هنا. ما ديرنا شي بوجي داك هي سميتو الاعلام. شوف نقول لك واحد القضيه، اسمع لي ومن بعد ندوز. شوف قاو شويه بقاو. قال واحد الحكيم واحد مسؤول كبير في العالم بان الاعلام في خدمه المحكومين ماشي في خدمه الحاكمين. فهمتني؟ ماشي انا قلتها، ناس مسؤولين كبار في العالم وعارفينها السيد رشيد راه براسو. الاعلام في خدمه المحكومين ماشي في خدمه الحاكمين.
انتوما كتعرفوش كيروش ولا ما نقول لكم ما كاينش الفساد في الاعلام كتعرفوا كاين اللي ماجور كاين اللي كذا كاين اللي كذا المهم بالنسبه للطرح على النقل المباشر على صفحه فيسبوك لي فيسبوك يعني شكرا جزاك الله خير كنشكروا الجميع اللي جا رجاء كاين شي سؤال كاين شي سؤال لما كاينش ندوز واش لا ماشي صحفي صحفي تاع الاخوان ديالنا وصافي من بعد بعد بشهر بعد بشهر كاين شي سؤال ما كاينش باش ندوز الاخ نجي الاخوان ديال الامانه الوطنيه الامانه ديال الجهه باش نتلاقاو حتى هما فهمتيني صافي الاخوان الاخوات بدايه يعني اريد ان اشكر كل مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل وعلينا الله يخليك هاد الاخوات الصمت اذن بدايه كما قلت بغيت نشكر كل الاخوات والاخوه للبن النداء للحضور لهذه الوقفه الاحتجاجيه اليوم التي كانت مقرره ونشكركم رغم الترهيب ورغم كل ما قيل قبل هذه الوقفه من اجل ان لا يحضر مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل الى هنا الى المقر لتجديد هذه الوقفه إذن حضرتم وحضرتنا بكثافة رغم الظروف الصعبة التي تعيشونها لكن حضرتم لتجسيد هذه الوقفة النضالية وهذه الوقفة النضالية يعني الثالثة أو الرابعة التي تخوضونها إلى أن إرادة السلطات كانت غير ذلك إرادة السلطات كانت المنع وكانت عدم الاجتماع لمشاكلكم وعدم الاجتماع المعاناة ديالكم اليومية اللي كتعانيوا هذه 6 شهور ولا 7 شهور يعني ماشي سيمانة ولا 2 سيمانات 6 شهور ولا 7 شهور المسؤولين الإقليميين لم يقوموا حتى يعني بجولة ديال الحوار من أجل فقط الاستماع إليكم وعايشين يعني في بروجهم العاجية يعني بعيدا عن المعاناة ديالكم الاتحاد المغربي للشغل الأمانة الجهوية عندما حاولت تأطيركم يعني حاول التأطير ديال هاد النضالات ديالكم بالموقع نضالي وإيمان منها بعدالة المطالب ديالكم لأن هي مطالب اجتماعية يعني ما يبقاش يزيد عندنا شي واحد ولا يقول لنا منين هي ما تمني لي راه السياسة راه السياسة راه شي حاجة سيادية ماشي سيادية هذه مشاكل اجتماعية ديال عمال وعاملات مغاربة كانوا يشتغلنا سواء في المنيلية ولا هنا داخل الناظور في عدة أماكن في الأسواق والآخر وحرموا من القوت اليومي ديالهم بقرارات انفراديه ديال السلطات الاقليميه يعني جميع الاقاليم ديال الجهه الشرقيه الا ما اقول جميع الاقاليم ديال المغرب مثلا التجار يمارسون تجارتهم بشكل عادي يعني في الاسواق وفي الشوارع وحتى الفراشه كاينه وجدان تمشي وجدان على عامره السلطات الاقليميه هناك يعني راعت الوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه الصعبه اللي كيعيشوا هذا هو مخلي الاخوان كيتمعشوا راه يقول العائد اليومي راه ماشي غادي يمضي مليار ديال داك الشيء راه القوت اليومي وصافي ولكن السلطات الاقليميه في لاهور يعني خارجه على هذه القاعده نهائيا وتمارس عن قصد واحد الممارسه ديال المنع وديال التجويع ديال فئات واسعه من الناظور هذا هو علاش اقليم الناظور يعيشوا يعني ازمه اقتصاديه واجتماعيه صعبه اذا هي مشاكل اجتماعيه تستوجب من السلطات الاقليميه يعني فتح الحوار هذه الاخوان خصك تقبلهم المسؤولين كما كانوا هاد المسؤولين يستقبلوهم ويستمعوا لهم الاصوات للمشاكل ديالهم والحلول الموجوده يعني كسائر الاقاليم ديال المغرب اذا كانت هناك اراده فعليه لحل هذا المشكل هذه المشكله الاخوان والاخوات راه طال بزياده كما كنقول 6 شهور 7 شهور هذا دليل على اننا قرار شخصي وقرار ديال جعل هذه الفئه الواسعه من المواطنين والمواطنات ديال الناظور يعيشون هذه الازمه الاقتصاديه وهذا هو علاش كنحتجوا معاكم اذا المنع ديال اليوم اللي كنديروه كنعتبروه منع تعسفيا لان ممارسه حق الاحتجاج هو حق دستوري وحق تضمنه جميع المواطنين الدستوري تصادق عليه المغرب واش غادي يجيو يقولوا لنا منع الاحتجاج الاخوان كيحتجوا لنا هنا بمشاكل وبالتالي نحن ندين هذا المنع تاع السفن اكثر من هذا السلطات حاولت حصار عن المقر ديال الاتحاد المغربي للشغل وحاول بعض الاشخاص المنتمين للسلطه منع الاخوات ديال الاخوان من الوصول لمقر ديال الاتحاد المغربي للشغل من اجل يعني افشال هذه الوقفه الاحتجاجيه
المطلق ديالنا اللي ما مطلق عادي وماشي مثل هذه التساليم يعني اللي غادي تخلي الاخوات والاخوان يرجعوا للور. واعتقد بان النصر قريب يعني باجتماعكم وتوحدكم حول هذه المطالب سيفتح الحوار وستحقق جميع المطالب. وشكرا جزيلا. المزيخ حقيقة ملف اجتماعي على اجتماع أنه من العار ديال القرن 21 أنه غال مجموعة تمغاري مجموعة ملايز اللي حجان مزيان والله ما غاسمين غش شاد جيل نظري الترول والطاو نصع نروك يعني أي واحد وخغيري يقول له غزره أنه لأنه عار عار أنه ديال القرن 21 السلبي أنه وغاسمين غش من نقاش قاس من فج اجتماعي انا على اجتماع شنو شي مشكل غير من الحدود السلم شي نص ساعه ما سي وجدا من وجد الدبار الملف شي من فج اجتماعي قاس الاخوان المسؤولين افتح الباب للحوار شنو غير اقتراحات عمليه غير اقتراحات ما مش غالك غير اقتراحات نسنتلوكش السلطات المحليه على اساس على الاقل نسنا في الكرامه نسنا الله سبحانه وتعالى يستورخ الكرامه من ولاد على الكرامه نسنا هو هذه المعيشه ماشي الدول هو هذا يعيش لان المواطن مر المواطن المغاربه السلم بان قال الله الوطن الملك وغنقول المشكل ثوابت البلاد وغنقول المشاكل الفوضى الشيء مسؤولين نازوا مواطنينا اكيس فتح النقاش الامانه الجهويه هذا تسلكش الاقتراحات لنا على الاقل غتعدوا الجائحه هذا أصبر ميروني الشغل نسل ولكن على الأقل يخسن ننقل ننقل يحل جانب الزيانة ننقل تمغاري ننقيها يزن وفي من غش عار حسونا من المحارب قام من هو ذيك السيبور حق الشيء ما جيبه ضويه بالعكس أنه هاد جنة تمغاري ترون عار لهذا الله خليكم يخسغان غيري الصبر يخسغان غيري الثقة للاتحاد المغربي للشغل غان غيري الاستمرارية لأنه مرة ونستمر فماشي شوف أخمي الشيء يجب مزروع متعزاد وتنتعزي شاء غانو مثل يارف يمكن ويس عشرة ويس عشرة من يارف أخمي نقا جهن بيعاود نتعانى ماشي نقا جهن بيوا تخسان عن غازات وش على يقين بأنه مرة قيم التحديد السلطات سريانة أنا في حلولة أنا في رفاق الله السيورين حبا تفل وأقشت السيور الأخنة حبا تبدا الفاق بينه وبين الشعب ولكن القيم تحت الاخوان نحييكم على هذه الطرق النضاليه بالرغم من اليه القمع اللي جات واليوم كان عندنا نوجه واحد الانذار هو انذار عن احتقان اجتماعي للمنطقه هي موشكه وهذه الرساله هذه ما غاديش نوجهها لعامل الاقليم لان عامل الاقليم غسلنا عليه الدماء هو اش غنقول لك في عداد الموتى الابواب ديالو مغلوقه كان يزيد من 5 ولا 6 طلبات ديال المقابله من اجل الحوار ومن اجل باش نخبروه بالوضع باعتبارنا حنا مناضلين كنعيشوا مع هذه الشريحه المستضعفه في اقليم الناظور هذه الشريحه اللي هذه تزيد من 7 شهور وعلاش لا اكثر من 2 عام ولا 2 وهي كتعاني من سياسه الجويع من سياسه التهميش واكثر من ذلك سياسه الاهداف الصماء والاعين العمياء الرسالة ديالي كما شفتوا اليوم احنا اليوم نقمع ومن حقوقنا نمنع الرسالة ديالي ما غنوجهاش لعامل الاقليم وما غنوجهاش للحكومة وما غنوجهاش للمنتخبين الرسالة ديالي اليوم هي عبارة عن قصيدة غنوجهها إلى صمام هذا الوطن إلى الملك محمد السادس حفظه الله يا سيدي أنا بحب لك أبايعك ولغير الإله لا أركعك يا سيدي إنك تخدع وبعكس الواقع تقنع حين مجيئك الناظور يوسع وبعد الذهاب هو مقفر بلقع أرى طبولا تدق وتقاع من شعب في الناظور يجوع الوقع بعد القرع متوقع Daddy!
السماء. أيطلبون أن تدق وتقاع من شعب في الناظور يجوع، الوقع بعد القرع متوقع، والقمع بالانتفاضة يتبع. فأنجدنا يا ملك البلاد أنجدنا، إننا نتجلع ظلما باقت به الأدار. هذا إمداء عن وشوك أو اقتراب اتقان اجتماعي، لأن احنا كمنظمة اتحاد المغربي للشغل وكفاعلين وكمواطنين غيورين كنعيشوا مع هذه الفئة البسيطة واللي كتمثل 90% من ساكنة المنطقة، هي فئة كتعاني في صمت. ولكن المسؤولين ما كنقولش الأذكياء والمواطنين الأغبياء كيظنوا أن الصمت ديال هذا الشعب والصمت ديال هذه الفئة هذه هو ناتج عن ربما غنى أو استقرار أو ما إلى ذلك أو خوف. الصمت ديال هذه الفئة هو ناتج على حبها لهذا الوطن وانتمائها لهذا الوطن، كتضحي وكتصبر لربما في الغد القريب يغير هذا المسؤول ويصيب لنا حلول مواتية لهذه الفئة اللي كتعاني اليوم أكثر من التجويع والتهميش والبطالة، كتعاني من سياسة الإقصاء. في ظل عام الشعب مع العرش، وواحد الكلمه اللي قلتها غادي نضيفها من القناه. حنا دابا هنا راه حنا عندنا واحد الاحتقان، احتقان كبير، احتقان كبير في الاقليم. ربما كنطلبوا من الاخوان كنطلبوا من الاخوان من الاجهزه اللي راها برا باش تبلع هادشي اللي كنقولوا. فهمتني العمل، فهمتني العامل يتخبط في تدبير شؤون الاقليم، ما عرفش يعني بحال هذاك اللي كيبغي فهمتني وكيقول هو في الاقليم ما كاينينش رجال، ما كاينينش عقلاء، ما كاينينش اللي كيعرفوا السياسه، ما كاينينش. انا بوحدي ندوي الاقليم. لذا ما بغيناش، حنا كنقولوها وكنحملوا المسؤوليه للعامل، ما بغيناش تكون هنا حسيمه اخرى، ما بغيناش حسيمه اخرى، ما بغيناش حسيمه اخرى. كما تعلمون الحسيمه بالذات بالمطالب الاجتماعيه،
حنا عندنا مطالب اجتماعيه، راه صحاب لهم حنا يخوفونا ولا حنا مستعدين مستعدين نعتقل نمشيو كذا. حنا عندنا سنوات الرصاص فهمتيني، على الاقل في السنوات اللي بقاو لنا نخليو واحد التاريخ فهمتيني. حنا مستعدين ولكن بحال كنقول لكم ماشي يسجلوا علينا يديروا لنا ويلوا للمسلمين. حنا لسنا من دعاه الشغب، لسنا من دعاه الفوضى، حنا منظمه مواطنه قال فيها الملك محمد السيد محمد الخامس الله يرحمه. اسكتوا الله يخليك. انا واش هو المعارضه تبلغ ملايين محمد الخامس الله يرحمه لما تاسس الاتحاد المغربي للشغل، الملك الحسن الثاني كان ذاك الوقت ولي العهد، قرا في جريده لو موند بان الاتحاد المغربي للشغل تاسس في المغرب، هما كانوا في المرسى في مداغاسكار، مشى كيجري عند الوالد ديالو قال له راه في المغرب اسست نقابات العمال المغاربه. ماذا كان جواب محمد الخامس الله يرحمه؟ هذا الحدث سيعجل باستقلال المغرب، وهذه مضايا الاتحاد المغربي الشغل الرئيس محمد الخامس الله يرحمه. فهمتيني؟ إذن وهذا الشيء فين غادي يجبروه؟ هذا الشيء ماشي أنا كنقولو، هذا الشيء كيقولو الحسن الثاني في ذاكرة ملك، قرار ذاكرة ملك. تحية إيطاليا عالية لكل حاضرات والحاضرين معنا. هذا الشكل النضالي جميعا لن مشتور من الإخوان يوذن تحت مانين تغبارة رغم أن الوقفة بنص المنع إلا مازال يوذن تحت مانين ذا النقابة مش سيما جينا دي بداية المباشر تغى الأمن يفاق الوقفة الاحتجاجية تغى مبرمجة تك بعد صدور قرار المنع ذي السلطات من الناظور. سامع هذا يقول عايز السبحة علي هذاك الفلوس اللي كانوا عندك ليتهو، إذا ما فين غادي نمشي؟ نمشي نصعب، نمشي نطلب،
فوقاش ما الناس ديال الريف وديال الناظور خرجوا باش يتهربوا بالحق ديالهم وكتهمونا بالاتهام راهم انفصاليين راهم هادو راهم هادو حنايا مواطنين مغاربه السكوار هادي وهادي وهادي راه اللهم انا بكر حنايا راه عينا من هاد الشيء ولكن حنايا كنصبروا 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 الى وصل كي كنقولوا هاد العظم راه ما غاديش يوقفوا اما غادي نمشيو للحباس او نديروا معنا شي حاجه. واخيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرادين ومجد بخير هيا ولا بكل عليك ما تشي لباس حمليها هنيا شجع بس مش حبيلك لورا يسونا يدوا يسونا يديني ينقرق هوا انا السيمانية غناي يشم سودي يشم قارية يشم قارية واحد يشم السيمانية انشاء لك يشم قابل البارك حبيلك سامع راح سقار برزي سقار الخليل غادي يرفعوا على اساس تلقاو السرقه تندين المضمون لا 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 شي تفريس هناك ليش مدي مين دي بالضبط واش مدي بالضبط فازعكم جدا وكمون احسن زعفر شي فوق الجهد خصتني غنري كاجي وين الريح الحمد لله.
النفس الطويل لانه ما ضاع حق وراءه طالب ماشي فاطمه الشر ولا ناس زغال الحوار انا لقيت الحوار وغار الاقتراحات سنغانوش حنا انا في الحلول الشريحه لانه لا يعقل انه ماشي قارش دائما انه بالقرن 21 مازال بنادم وغاس شوف هذا الحديث الثاني ماشي اخت فاطمه ما حتى ماذا حنا في الشارع مين غير كنت شو معاه إذا السي محمد بوجيده غادي يخدم لك شي إذا كنا دابا حنا اليوم يعلم كيشوف بأن كنا منضبطين ما وقفنا لا وقفنا الوقفة ما مشيناش للعمالة هذا لا يعني جبن هذا لا يعني جبن ما خصوش يعتبروه جبن هذا موقف حكيم معقول درناه ما بغيناش حنا نتواجهوا مع ابنائنا الشرطه ولا مع ابنائنا المخزنيه حنا ما عندنا معهم الاخر لذا كنقولوا دابا حنا غادي غادي هاد الوقفه دابا درنا مهرجان خطابي غادي نعطيو المهله غادي نعطيو المهله غادي نعطيو المهله للعامل الى غرضه يتحاور وكنت مشهود هنا إلى غرضه تحاور أن أعطوه المهلة يعيط
يعيط على القطاعات طبعا مع الامانه الجهويه ويجيو نجبروا بحال لقى الاخ بو العيون. ما كاينش المشكل اللي ما عنده حل، ما كاينش. الا كاين النيه الحلول. دابا ملي كتطبقوا لي مليليه، حنا ماشي غير ناس مليليه، ناس مليليه خصهم الدعم ياكلوا. كاين الاسواق اللي شديتيهم السيد العامل، انت شديتيهم. كاين التقسيات عندهم مشاكل، كاين الاخوان ديال جمع النفايات الى اخره. اذا قلنا هنا وسجلوا علينا، عطينا مهله العقلاء باش يفكروا باش يحلوا معنا المشاكل. غادي نطلب من كتاب العام من القطاعات يبقاو جالسين ما يمشيوش، والاخوات والاخوان يخرجوا بشويه بهدوء ويمشيو لديرهم. حتى وحتى نقول لكم كتاب العام ديالكم شنو ديروا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. ومره اخرى شكرا للاعلام. أصابي أرهوك على الاجتماعات إخوان كتاب العمود، يبقوا غير كتاب العمود. أصابي الإخوان الاجتماع انتهى. الحمام صح ينوم تلوخوين من حشانة. وعطونا الحلول في القارب العاجل، راه وصلتنا من العظم. اخرج يا بني. واه اوكي مازال جميع قاع المنفع من هذا الشيء الناس بتو. واه زوان اللي مش تغد بقى هذا السيم. واه تجيك مش غير وجاني تقول صافي
كاش واش من دي تطول العمل لا العمل تريزان كيف كان شوف شنو ينطال على قيام لي قرق راس راس منو على جوج قسم لي عشت ها هو اصلا شكون سما صفيه الطا في خارج السوق جنت وقعت السيرو جارنا تطفو العين سيحبين ايش ده بروح كم عكب بروح إذن المتابعين الكرام مصطفى ما يمتش قاعد سنة قاعد سنة توريتني الهرج تبان ايش إذن الإخوان مش تورم اللقاء يكمر الأمن جميع التلاوين الأمنية حضانت باش تفاقن الجمعة وانتا يجي تغى مقرر ديري مفتاح الجاجية تيري غهوات أمام بوابة العمالة إقليم الناظور إلا أنه إصداد المنع طرف باش مدينة الناظور فروح نغى روح نغى المقر النقابة ديني كين لقاء كين ندوة صحفية ديني سيور في المشاكل اللي غاصل مرة كمرن حاليا نقف في غند الامن لقيتك التفريقه من التجمعات واش توره سي سي موطان كذلك خيضان مار الامن اللي يفرق تجمعات بشوية 80 يودان بشوية تريشان وقفة احتجاجية مش توره الوقفة تغط الأغلبية ودي صحيح ظان هو يوداني جمت الرئيس لإغلاق الحدود أقمريتش وداني غادي جاب بريموسي ترباخي وداني تروح تمزي مريتش بلا نخاسن تصن الحاله تمثينا زكينا يزكو داني نحضان داني تا فالوقفه واخريق شغا وان العماله مجدوم مني غير قعس المنع وداني مول دي غالمقر النقابه
كاين الاجتماع غدا. ورين فارك لي زعما قناه نحسبتو يا هادشي نحدد لي بالداخل تيا يا وتما ياك ها يلعب قواد توضو سي ميغا توسي سي توسي لا سوا الاجواء اي حال والله لا ريفديه ريفديه حسين الله يلورك إذن الإخوان الفطر نسبة اللايفة وازعيم غا تسبت تغخيل نيخ العدد نيذيني مارا خد وازعيم غا خصيص بتغم ساكين مارا نيذيني مارا عليك دروس إلي قلت خصيص بتغم نيخ خصنا نيجي خسن بكتاب وشي أنا يستجي خسن بكتاب وخطأ لك مرتاح وجه طيلة قوم السوقي بذي خارف الإخوان باش توارم غادي نشوف لكم بلي غادي يجد ها وسمو لي غادي نشوف لكم بلي غادي يجد واه حدا ساعات بس نشوف فوزو راه شعبي صح لا حظ غادي يجي بس وخروق الوقفة والركشة وقوات العمل وهذا ميجن عدد الأمن تاوين تارلان داني تدي الشوارع